قرب التصوير اللي جاي. هذا تمن. متابعيني الاعزاء، هسه انا ليش متعب نفسي ومسوي هذا الفيديو؟ هذا الفيديو سويته حتى تعمل فائده للجميع. اكو ناس تاخذ من يم الجراوذيب واحصل اجر وثواب بيهم، لانه يعطونه الاكل مو صحيح ويموتن. بالنسبه للجراوذيب افضل شيء له الحليب لمده 50 يوم 60 يوم. اذا ترجع للأماية مالته 50 60 يوم، ورا ال50 يوم تبدي تجلس الاكل للجراوي وتوكلهن حتى بحيث لا يؤذي لمعاء مالتهن. اما احنا شو نسوي هنا؟ الافضل شيء قلت لكم حليب لمده 50 يوم، تنطين حليب. لكن انتم ما جاي تضبطون الحليب بصورة صحيحة، لو تنطون الماي حار لو بارد، لو الكميات مال الحليب مختلفة. فش راح يصير عندك؟ يصير اسهال ويقطع الاكل ويموت. هاي بازاليا وجزر ما يشوفونها، هو تقدر تخلي جزر، بازاليا، معكرونية، تخلي تمن، دجاج، خلي بهاي الطريقة. متابعين الأعزاء قلت لكم حتى تعمل فائدة للجميع وحصل أجر وثواب بهذه جراوي الذيب اللي تاخذونها وتموت عندكم، حتى من يشوفون هذا المقطع يقدرون يسوون مثل ما سويت أني. هذه بالنسبة لي صحي جراوي الذيب، لانه هذا الاكل ترف يعتبر سوائل. هسه بعدين راح اوريكم شلون راح مني افلس العظام من يمه واخبطه ويا التمن بعد ما يقرض، وخلى عليه زبادي الاكل. هذه الزبادي ضروريه للحيوان، هذه تقتل الجراثيم بالمعده، واذا الحيوان مالتك مريض تنطيه زبادي صحه له، حتى للانسان هذه صحه. يلا ابوي عزيمة هاي اليوم، عازمين كم عالجدر واللحم. ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. خلي ياكلون خلي ياكلون ما دام ابو اسحاق سالم. اذا تدور الجرو مالتك بصحة جيدة وتريده ينجح عندك وما يموت، قلت لك تسوي مثل هذه الطريقة اللي سويتها لكم وتعبت على موتكم، وبنفس الوقت احصل اجر، لان اكو ناس عندها قلة عرفة حسب خبرتنا وتربيتنا الحيوانات هذه ومارسنا بهذه الهواية، ونحافظ على هذه حتى اذا نبيع نريد نحافظ على هذه الثروة الحيوانية. مثل الذئاب نريدها تتكاثر، وما نريد اللي ياخذ لجر وذيب يموت. فسوون هذه الطريقة وتنطون هيك. هذا شوفونه، هذا الغوزي، شوف 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 شلونه، ما شاء الله ما شاء الله. جيب لك مثل الدودة مثل هذه خلي أنا عادي، مش قال هو حيوان مو تقول إنسان. عادي إذا تلقط دود من هذا الدود مثلا وتخلي هنا أنا. مو مشكلة. شوف شوف هذه هسه راح اغطي الجذر، خلي الماء يقرض حتى يطلع التمن اللي فوق. هذا التمن، التمن العنبري، اخوان ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله احنا هدفنا متابعينا اللي ياخذون جراوي ذيب من عندنا ما نريدهم يتأذون، بنفس الوقت يشترون بفلوس وبعدين هالجراوي تموت. فهذه صحة الحيوان تنطيه له، لأنه إذا تنطيه أكل
الاكل بدمه او قوي صلب راح ياكله صحيح قدامك، ياكله وشوف شلون ياكله، بس بعدين من يوصل للامعاء راح ياذي الامعاء مالته، يبدي يقطع الاكل، النوب يطقه جفاف، النوب يموت. فانت اذا سويت هذه الطريقه وعليك بالزبادي، هذه الزبادي صحه مو الا هذه الغوطيه، اي نوع من الزبادي انطيه مفضل له لمده 50 يوم، واذا حليب تنطيها مو مشكال، نوع له بالاكل. وهسه ان شاء الله راح نكمل الفيديو، هم راح نزودكم بعد اكثر.